من هون ما بنفل حصر بعين الكل بهالأرض بدنا نضل لو بقي خمس بيوت يلعن هالعج شو بدنا نعمل هيا الله يقويك الله يخلينا ببلادنا ويحيي شعب فلسطين ويحيي المقاومة اللبنانية أنت عندك أقارب بفلسطين صح؟ كانت هاي عرب العرامشة نعم إحنا وياهم بلد واحد لما يتوفى حدا من عائلتك بتعزوا بعض على عشريط المقبرة عجنب شريط نعم هن بيجوا عشريط وإحنا بنوقف كمان عشريط بنسلم على بعض عجن بشريط طبعا مش قليله بلى ام خالد لما كنت تروحي تنطري رفات ابنك كل ما يكون في يعني صفقة تبادل معينه في مره قلت ما عندك مشكله يعني اي شهيد بيسقط على ارض الجنوب او لبنان شو ما كانت طائفته هو ابنك هو ابني هيك عملوا معاي مقابله بالناقوره آخر دفعة من الشهداء شافوني حاملة صورة الشهيد فرج الله صحفي نعم إجوا لي قالوا يا حجة إذا ما إجى ابنك اليوم شو بتعملي؟ قلت لهم ما بعمل شيء كل شهيد بينزل على الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيلي هذا بيعتبره ابني الانتماء هو حر فيه الإنسان طالما التضحية واحد والعطاء واحد والهدف واحد ما عادش في عندي تفرقه بشيء اي شهيد بينزل اسا ببقعه الارض هذا بعتبره ابني قال بارك الله فيك يا حجي بارك الله فيك يا حجي وانا مصره هيك يا اختي يا رابعه يا بنتي طلبت الدوله اللبنانيه انه يرجع رفات ابنك وشو اذا رجع رفات الشهيد فرج الله فوعاني شو اللي بيتغير بالنسبه لإلك شو الفرق اذا بيرجع على الاراضي اللبنانيه هذا حسرة بقلبي إني أنا طيبة شوف رفيت ابني بتراب الوطن اللي ضحى من أجله أغلى ثمن يحضنه هذا تمنيات ببرد لك قلبك هالشي؟ قلبك بيبرد لما يندفن بتراب طبعاً قلبه بيضرب لأني ليلة نهار بفكر إنه كيف كل هالشهداء إجيت وليش هو ما إجا لأنه كان في نقمة من العدو الإسرائيلي بالاحتلال عليه كتير لأنه 203 عمليات كانت مهمته انطبع باسم كتاب وفريته على الأستاذ نعم زي. نعم طبع باسم كتاب نعم تحية لروحه ونتمنى عملوله يعني نستعيد رفات هالشهيد البطل وكتير من أيضا الشهداء الله يصبرك يا حبيبة قلبي حكم الله صابري على حكم الله صابري أكيد علي. واضح يا حجة بدي بس أختم أيضا مع الحجة نعيمة حجة بعدك موجودة بالجنوب ولا بتفكر تفلي ولا مرة فكرت تفلي لا نسوي نفسنا بهالفلسطينية شو عم يعملوا فيهم شو عم يعذبوهم وعم يذبحوا أولادهم قدامهم وعم يموهم من تحت الدم نحن حالنا مثلهم نعم نحن بدنا نروح نحن بوجود هالشباب اللي ورانا وهالمقاومة اللي حاميتنا وكل شاب بيروح بهالأرض الطيبة من بيتنا بيظهر بيظهر من كل بيت من الجنوب الشاب اللي بيستشهد من كل بيت من الجنوب وبيظهر نعم. مش بس لأهل الخسارة للجميع الخسارة نعم. لجميع كل واحد موافق من يعني شريف من كل بيت لبناني أيضا مش بس من كل بيت جنوبي يا حج رح تضلك تخبزي وتوزعي خبز وتطعمي هالناس إن شاء الله الله يعطيها الصحة الحمد لله رب العالمين اللي بنقدر عليه نحن بنعمله في عنا ختيارية ما لين حدا في عنا عجيز ما في حدا يعين هون بنساعدهم قدرتنا لكن في عنا ناس بدها حفاظات والله في عنا عجيز بلا حفاظات ما فيش بالمنطقة شيء وهالدكاترة كلهم الله يخليهم لأهلهم دشرونا وراحوا لا دكتور لا صيدلية لا واحد عنده أدوية بده يجيب حفاظ لمرة عاجزة لطفل عاجز لطفل معاق ما عمل لي شيء ما في شيء كيف نحن يعني عايشين من قلة الموت نعم. يعني هالفلسطينيين عم بيموتوا بس نحن ميتين طيبين ما عندنا شيء تركونا الدكاترة إذا في ولد مرض معك ما بتلاقيه لشو عملنا دكاترة بيعمل حاله مقاوم دكتور منهم يعمل حاله مقاوم ويقعد بهالضيعة بس يساعد هالناس نفسه نعم. إذا واحد بده يتعلم يصف مصل بتلاقيش لممرض لحكيم ولا حدا يساعدي نعم
هيدي الصرخة، هيدي الصرخة بعيدا عن الشعارات بتحكي عن معاناة اليوم الجنوبيين وكثير من الجنوبيين وتحديدا اللي عايشين على شريط الحدود، غير طبعا اضطروا ينزحوا واللي هن ايضا عم بيعانوا لانه النزوح يعني في مآسي كبيرة وفي معاناة كبيرة. العالم اللي بيت بها الضيعة مش عالم ومش ناس ومش عم تنوجع، لا عالم طبعا بنفسه سوي لها يسوي بهالشعب اللي بي بهالعالم القاسي تظهر هذه. نعم. يعني هذه لو معنا العالم. نعم. وبدها شجع. نعم. تظهرش ظهروا قبل مرة بحرب تموز راحوا عملوا علينا خوازيات واجوا عملونا نحن عملة بأيام الاحتلال، قضينا 23 سنة تحت البارود وتحت القتل وتحت الحبس وتحت الاتهامات، والعملاء وكل ما عملوا عملية يجوا ياخذونا على الخيام عيداه، هن راحوا يقعدوا ببيروت وبالمسابح وبالملاهي ونحن اكلناها هون، بس اجوا بالتحرير عملونا عملاء، عملونا عملاء كل بيت بالضيعه صار عميل، نحن اشرف الناس كنا هون اللي قاعدين لحماينا ارضنا ووطننا وبلدنا. نعم. ما تركنا رزقنا واولادنا. نعم هالصرخه الصادقه حجي. لكن رحنا على مرج الخيام نشتغل بالدخان لحتى نعلم اولادنا، بدناش نطلعهم جاهلين. نعم. بدنا نعلمهم من كد ذريعنا، ولا محتاجين حكومه ولا محتاجين دوله ولا محتاجين حدا، نحن بكد ذريعنا جنوبيه ربينا اولادنا وعلمناهم، ما احتاجنا دوله ولا احتاجنا رئيس ولا احتاجنا نائب ولا احتاجنا حدا نطلب منه شيء. نعم.